مفتوح يا ريس مفتوح. مسافرين رايحين نجيبوا كلب من الكلاب المجانين المتقطشة خالص. احلى 100 مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبح الجميع اعمل لنا لايك وشير شيء عشان نجيب كل دلوقتي. رايحين بقى نجيبوا الكلب الشرس. والراجل دخل من هنا راح فين؟ هو في البيت ده ولا ايه؟ دخل هنا. دخل هنا باين. انت طلعت فوق ولا طولت ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه ده؟ دخل بعده طار على طول. بسم الله الرحمن. الكلب يفلت يكون في اوضه هنا ولا في شقه ولا ايه؟ لا ماشي شغال. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مودي على حته تانيه ما شاء الله. ايه ده؟ احنا طلعنا على شارع تاني ما شاء الله. ماشي اما نشوفوا الدنيا ومسائل الحال. ده كانت خدعه الباب ده ممر. بص بص ايه الشغل ايه في اخر من الاخر. يا ربنا الستار. هو ايه عامل لي كمين الراجل ده ولا ايه؟ امال فين يا عم؟ هو لسه اللي الاوضه هنا اهو. انا مش سامع صوتها وهوا ولا اي حاجه. ولا هو الكلب شغال سايلن؟ ها؟ في صوت. ايوه ها؟ في صوت. في صوت زهرة. تعال. الكلب شغال محال. عامل بتاع ده جامد ولا ايه؟ هو بعدين ايه يا عم الكمامه دي راحه في ده؟ ده سابني وجاره. يا نهار اسود ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ يا ماما راحة في داهية الكلب لو فلت ايه؟ كده يا ماما راحة في داهية الكلب لو فلت ايه؟ يشتغل في المكان الجديد ممكن بعد يوم بعد يومين. وفي كلاب
بتطلع من مكانها ما بتشتغلش خالص، بيبقى الكلب دوت بيشتغل في مكانه. في كلاب بتشتغل على مربط، في كلاب بتشتغل على السايب. يعني اللي مقصود الكلاب الشرسه دي في حاجات ياما منها بيبقى فيها مشاكل. ممكن كلب يشتغل على مربط ما يشتغلش على السايب، ممكن كلب يشتغل بكمامه ما يشتغلش من غير كمامه، ممكن كلب يشتغل من غير كمامه يشتغل ما يشتغلش بالكمامه. فمش شرط ان الكلب الشرس بيبقى فيه كل حاجه، لا، في كلاب بتبقى شرسه ومقاتله وكده ناقصه حاجات، ما بتلبسش كمامه مثلا. في كلاب شرسه بتبقى محطوطه على المربط بس، فانت لازم لما تيجي تجرب الكلب تجربه بكل حاجه، تاخد الكلب بره المكان تجربه وتجرب الكلب، لان في كلاب بتلفه على اصحابها. بمعنى ان انا ابقى ماسك الكلب واحد بيشغله وهو بيشغله، اداله مثلا ضربه خفيفه او حاجه راح الكلب لافف عض صاحبه. ففي حاجات ياما بتحصل ايه؟ بتحصل كده. فانت لازم لما تيجي تجرب كلب شرس تجربه بجميع الطرق، بكمامه من غير كمامه، مربوط في مكانه وهو سايب من مكانه وهو صاحبه ماسكه وهو بالكمامه ومن غير كمامه، وتجربه بره مكانه بعديها بره شويه كده عشان تشوف الكلب، لان في كلاب بتشتغل وقلبها بيجمد من المكان بتاع صاحبها اللي قاعد فيها. وربنا المستعان. فين ورين؟ ايه ده؟ هو ده؟ ما عليك كلب نتن ولا ايه؟ هادي هادي طبق عليه، هادي هادي طبق عليه، هادي يا نهار اسود. ايه ده؟ هادي هادي خلي بالك ولا هادي؟ هو اسمه هادي؟ ولي ولي هنا. بس 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 يلا يلا بس انت جبت ليه كده؟ بابا غبت قوي. بتقول الناس مالها؟ الناس اصلا اللي كانوا بيجيبوه عض واحد هناك. بص بس يلا 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 طبعا في كلاب ممكن تخش تشتغل او ممكن تبقى الكلاب هايبه طبعا المكان والدنيا. طبعا الكلب لازم عشان بس في كلاب ساعات بندخلها بالكمامه وفي كلاب ساعات بنقلعها الكمامه وهي داخله. طبعا الكلب مش عارفين وضعه ايه لان كان عاضد ناس عندهم، احنا هنحطوه في القفص ونقلعه الكمامه واحنا ونصيبه. مرة يا عمر نحط بابا على الاستاند اهو. جدع جدع بالكمامة.
ده بيضرب بالكمامه. ده رائع. انا مش هخش عليه عشان الكمامه هتفلت منه. لا الكمامه جامده. لا مش جامده. رجع بس اللي استنى ورا كده. جدع. وهو داخل الكاميرا من المكان اللي فيه. جدع. انا جاي وراك اهو. طبعا الكلب عطشان من الميه من الشوار. طبعا لازم نأمن عليه. انت هتقولي في البوكس اللي بيتفتح؟ كمل انت وفرد على موتني خالص. سيبه عطشان بس نبقى تشوفوه بقى. شوفوا بقى ايه معانا في التطورات بتاعته. يلا بقى.